ولا ولا روح علوب يا نظرة مع بعض يا ابني ولا ايه؟ اللي في الطيارة اربطوا احزامكم علشان الكلوتات ما تعرف. بس ولا بكلوت احمر انت حفاظة خلاص بقى يا جماعه يا اسطى انت بتاع اليوتيوب يا اسطى لا لا انا بتاع خلى ايامك احسن ما خلى ايامك احلى ما اعرفش بقى كل واحد هو اللي بياخد اللي يناسبه هنيئا لك بجد من كل قلبي هنيئا لك ايه هي انت في حد جنبك ولا الكرسي زي تمام يعني مش انا قدمت في معهد صرف صحي جميل هتعمل ايه في المعهد بقى هشد السيفون يعني هدرس يعني هعمل ايه ده شغلانه حلوه تقعد تفتح المطار وتقفل المطار كل شويه حلو جميل عاش ليك مستقبل انا يا ابني بص انا هسيب الميه عند كل الناس واجي عليك انت وهفتح وهقفل الميه عليك لا يا متوحش قلبك ما يبقاش قاسي كده ولا بقول لك انا بفكر اخش كليه اداب ايه رايك اه يا اداب ايه يا عم بقول لك كليه اداب مش ممسوك اداب ايه يا بصبر كده اتك على يا اسطى انا بايد بشده وبصم لك على العده ان انت لازم تروح كليه اداب هي كليه اداب دي بتطلع ايه بتطلع طلاب هتكون بتطلع ايه يعني طب وكليه زراعه يعني هتكون بتطلع كتاكيت ما برضه بتطلع طلاب تعالى وميوا مو شندريوا يا سارما صدق انا محتار اخش كليه ايه مش عارف محتار يا ابني انت جايب 51 يا ابني احترم نفسك بقى انت 51% دول اقل محتار فيها اخش كليه اليسون ولا اخش كليه اليسون اه اليسون تمام ولا اخش كليه طب ولا اخش مش عارف اخش انا الكليه في كليه اسمها ديل الكلب عارفها كل اللي بيخشوا يقعد يعمل ازاي ان ابقى اخشها انا جعان مش محترم انا بدون ها مش محترم يا هل حسبتك بني ادم وقعدت استشيرك واخد رايك اخش كليه ايه وفي الاخر تقعد تتريق عليا بس معاكش اه يا فحلو زوي بعد لو انت عرفت الحقيقه هتقول له يا بابا بابا بعد ما كبرتك وقويتك اه وكمان ورضعتك ورميتك من الشوارع واو مستوى وكمان تقول لي كده انا كهرب نفسي هتقول حاجه كهرب نفسي بيها فين فين موارد الكهرباء عايزك كهرب كهربوني كهربني كده قاعد يسلك كهربني ما كهربتش مش حلو الكهرباء مش حلوه في دي ظريف خلاص انا لازم امسك السلك العريان وريني السلك انا عايز السلك العريان دلوقتي فين السلك العريان توريني يا ابني انت العريان تعال كهربني ها بتاع السلوك سلوك يا ابني انت صح اهو يا ابني انا كهربائي على ايدي انا كنت شغال زمان كهربائي على فكره ما قصة عبرة بصحيح اشتغلت 3 اسابيع كهربائي لحد ما اتكهربت من صاحب المصلحه مشيني شو اللي بقى الحته اللي بتزغزغ وبتضحك عشان اضحك كده معاك انت يا ابني لو كنت مسكت السلك العريان كان زمانك بتضحك بس انت غاوي انت غاوي بنكت بس لازم تمسك السلك العريان وانا بقى بتاعته لا كمان ايوه تسلم حاجه حط لك السلك العريان في بقها حط تحت لسان اسم الناس تعال انت بنت الحظ بتاعك تمام مش عايز اوعى تربي زي بعض الحس يجري الحس يلا ابني اوعى خلع يلا مش عارف الناس اللي ما بيلحسوش دروبات دولت عايشين شغال اغنيه احتراف شغال اغنيه ايه ده في حاجه يا كابتن انت مش ما مبسوط من تحت بص على حاجه واقعه منك مش ما جالك هوا يعني جاي لي طراوه رايح مخك بعد الليالي والايام وشوق ليك بس زوي معدي لو انتم في البتاع ده ايوه في الخنبور لا في البتاع ده تستغلوه زوي بابا 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 حركهم ثم حركة مرماهم ثواني سيد الحكم ثواني طالب يا بابا مش ممكن هذا الروعة هذا الجمال هذا الفنان انا حقا انا اعترض حصل ايه تعرف كورة ولا ما تعرفش تعرف كورة ولا ما تعرفش انت عايز ما بتقعد تسكت تفتكدين بقى وتحط لسانك في بقك مش حاطط لساني في بقي ايه بس مش حاطط هجيب لك اللي يضربك ويخليك تسهل طول الليل ها خلينا اتصل تسهل يعني تسهل يعني ما علينا الواحد بيسمع منك حاجات غريبة معليش يا بوت يا ايزر يا بوت يا ابني ارحمني يا ابني انت رايح في كل حتة تلاقيني في وشك طب ماشي طب تعالى انت كمان بقى فين اخوك اللي كان عمال يضرب معاه كان في حد بيضرب اهو تعالى مستخبي مش عارف اجيبك يعني طب استنى انا اسمي بوت وانا صغير كان المعلم بتاعي كان بياخدني في اراضي بعيدة قوي كان يقعد يضربني على قفايا وانا اقعد اقول له لا يا متوحش لا بليز
حسينا كابوت اتبسط ولا كحموده، لحد ما تلاقيت ببجي منزلين اعلان مطلوب شاب بوت ياخد على قفاه، فانا فرحت قوي بالوظيفه. سيبني سيبني بطل ضرب ده؟ بطل قرب كده انت تعمل ايه يا مجنون؟ قرب تعمل ايه يا مجنون؟ يا مجنون مجنون والله انا زيد في صحيني مش صحيك صحيني يا عم ده زعل والبوت يا ابني قريبك يا عم صحيني بدل ما عمي مش والله ما صحيك خلاص اقعد اتفرج عليا مش صحيك انت يا ابا صحيني برنس برنس بليز نو مور انت يا عم اللي اتبسطت صحيني لا 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 مش والله ما صح انت فكرتها صح مش صحيح هاني يا ابني ايه انت فجرت عايز تفجرني انت عايز ان البوت ده ابن خالتك انتوا الاثنين كنتوا بتروحوا الاراضي البعيده بس استاهل على ان اعمل لك ريبورت وافشخك بس تمنع الكلام ايه ده جنبك وانت بتتكلم وريني كده بقى ام فرز ام فرز وقرز يا ابني انت ما موتش ليه من بدري انت اللي زيك لازم موت من الصبح اه سكوب 8 وام طعامه طعامه ماشي وبعد اذنك بقى ما عادش تجيب سيره البوت عشان مزعلك وانت اللي مضايق كان انا عامل اجيب في سيره البوت هو كده يا عم ما عادش تجيب سيره البوت خلاص اهو بص لا يا ابني انت مالك انت هو كان البوت بيشغلك اجي اعيط لك قال لك والنبي تاخد لحقي يا عم البوت ده ابن خالد ما مالكش دعوه انت انا يا عم البوت انا ليه هزار معاه انت ما تهزرش معاه عشان بيتكلم بوت كلمه مش كويس بقول لك ايه اتفرج عليا من سكات اهي بص عليك ما تجيش في عينها بالسريعه بس خط ثانيه لا ثانيه ولا اكتب كده زو 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 يا معلم معلم بليز ابراهيم ارحمني يا زون ارحمني استنى ويت جاست فور ويت استنى بقى خطط بقى انهم يريدون ان يتساكوا علي ويت فين الواد اللي هناك ده فعلا على بطن صح ايوه صدرها لي وجعت وجعت استنى استنى معك الدكتور تخيل لو كانت حقنه بتدي من بقك كده يعني يوم حط الحقنه في ام في السلاح يوم منشنها ده تبقى مزيكا اه ما ينزلوش سلاح الحقنه لا ثواني 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 الواد مش عايز حقنه الواد عايز حقنه الحمير اللي هي الكبيره دي تعال انا هجيبك انا هجيبك يعني هجيبك استنى جاست ويت اتنطط وسط الدخان اهي اهي شم اهي بيرمي دخانه وبيشم اللي هو بيدخنه طب ماشي خليك زي ما انت كده اهو استنى استنى خرج لأي طرف من طرفوفك هه هه ولا ولا روح علوب يا نظر مع بعض يا ابني ولا ايه روح علوب باحترامك يلا بابا 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 با وركبت الموتوسيكل وركبت سيكوت 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 جات الملوك جات الملوك هموت هموت بس اتفرج عليا لا بكلم بنات راقب بقى وتعلم ثم شاهد ماشي لا ماشي قلت لا استنى اكيد معمول لك كمان 200% يعني استنى بس مرمي زغروف اعطيني الزغروف اكيد في حد دلوقتي هيجيبوش اكيد في حد متهور هيجي يخش دلوقتي الزون زو 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 ولا سمعني كويس رجعت هنا جاي على الجسر اخلص عليك خلص عليك خلص عليك قتلو ده ما قتلهوش ايه ده يعني انتوا عاملين كمين على الفاضي انتوا مش هتروش غير عليا عاملين رجاله بس عليا اي حد يعدي تاني ما انا انزل بطلقكم سمك على بلطيه في الميه دلوقتي بس والله لو ثلاث سمك انا هشد لها هشد لها خياشيمها استنى بقى كده اهوت نعوم سمك واحد تخضر السمك انا بهزر زيو لا بليز بليز ما عادش تتحرك عشان اعرف اجيبك انا غريب ده ارموط البحر ارموط البحر خدها يا ارموط اطلع يا له اطلع هي اطلع هتفضل تحت الميه لحد امتى انا اللي انا عايز اطلع انا استنى الزون هتاكلني الزون هتلسع يعني السلك الاعلان لسعني والزون كمان هتلسعني كتير يا جماعه والله كتير يا جماعه بالراحه عليا تخيل بقى في انديل كمان يلسعني تبقى كملت يبقى اناديل بتلسع وسلوك بتلسع وزون بيلسع الدنيا ما فيهاش راحه ولا فيها بالراحه استنى بقى اطلع اطلع بقى يا عم بقى ما تمثلش بقى وتعمل نفسك متضايق بقى استنى هي. انا عايز اعرف المصمم اللي عمل انا حاطط الصخور دي هنا ليه بقى المفروض يحطوا سلم هي. استنى هي. ثانية هنفضل رايحين جايين كده شبه البني ادمين اطلع اطلع حد جه يزقني ايون 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 عنب 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 بس كده بيوتيفول جدا بيوتيفول كده قوي فين السيارة فين السيارة هي السيارة تسير والطيارة تطير والباخرة تخير تمام تعالي ايتها السيارة ها
ايه مفيش حد شايفني. هو حد يفاجئ؟ انا ما بحبش المفاجآت. بس استنى انا عايز ازمر، انا عايز حد ازمر له. بس بقى كده اهوت لحقت نفسي من الزون. استنى بقى، يلا يلا عن طيبة الجنة الكون غنغة والكل بيتعلم منا، وطلعت من الزون يا ابو حلزون. يا لهوي يا اسطى يا انت بس انا لحد ما اجيلك. ما تعيطش معلش، ما تعيطش. فرحة امك بيك والله، فرحة امك يا ابن. خد دب الخنجر. جدع جدع، انا هدب لك الخنجر التاني.